يعمل معهد التأهيل العسكري في حركة تحرير حمص على تعليم الفنون القتالية ورفع الجاهزية القتالية من الناحية الفكرية والبدنية، حيث تتمكن الفصائل من توحيد وتنظيم صفوفها على الأرض. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي مع مدير المعهد التدريبي العسكري المقدم عماد شحود المختص في المدفعية والصواريخ، وفي لقاء خاص مع قناة الجسر الفضائية. أهلا وسهلا بكم سيادة المقدم. أهلا وسهلا بكم بقناة الجسر الفضائية. نعم، بداية، ما هي الغاية من تأسيس المعهد التدريبي؟ الغاية من تأسيس المعهد التدريبي هو إعداد كوادر من الضباط والمتدربين لتدريب العناصر على مختلف المهام بطرق بما يتناسب مع الواقع الميداني، وتنسيق عمل المجموعات على الأرض من حيث الزمان والمكان. نعم، مما يتألف المعهد التدريبي في حركة تحرير حمص؟ يتألف المعهد من إدارة المعهد، تكون من مدير المعهد ورئيس فرع الدورات، بالإضافة إلى طاقم التدريب. يتبع إلى المعهد المكتبة تحتوي على كتب ومناهج تدريب عسكري، بالإضافة إلى قاعة تدريب نظري مجهزة بكل ما يلزم للتدريب النظري، وهناك ساحة تدريب عملي للعتاد والدروس التكتيكية. ونفذنا عليها أكثر من درس، سواء درس تكتيكي مختصر أو درس تكتيكي مركب، بالإضافة إلى حقل رمي للمتدربين لمختلف أنواع الأسلحة التي نستخدمها في القتال مع العدو، كان قاذف RPG أو رشاش متوسط أو رشاش BKC أو البنادق أو رمي القناصات. فهناك حقلين رمي تتبع للمعهد لتدريب العناصر على الرمي الحقيقي. نعم. ممكن شرح أكثر عن هذا المعهد؟ المعهد أنشئ لوضع الأخوة المقاتلين في صورة العمل العسكري العلمي. نعم. يعني إعداد كوادر من الضباط والأخوة المجاهدين لنقل هذه المعلومات إلى عناصرهم، وبالتالي قيادة المجموعات وقيادة العمليات العسكرية بطرق علمية يتناسب مع وضع كل سلاح في مكانه وتناسق عمل الأسلحة مع بعضها البعض. نعم. يعني الرشاش عمله مع القاذف، عمل الرشاش مع القناصة، عمل الأسلحة الخفيفة مع الهاوي، عمل القناص الدوشكا موضوع أن يتوضع، عمل مجموعات الاقتحام يتناسب مع مجموعات التغطية، عمل مجموعات التغطية مع مجموعات الانقضاض، مجموعات الانقضاض مع مجموعات التسلل، مع مجموعات الانغماسين، عمل هذه المجموعات وتنسيق عملها فيما بينها مع بعضها فيما بينها بطريقة تناسب عمل كل مجموعة مع المجموعة الأخرى. كيف خطرت ببالكم تأسيس هذا المعهد؟ خطرت نتيجة يعني الأخطاء السابقة في المعارك السابقة مع النظام. لاحظنا أننا نحن نقاتل النظام بطرق غير علمية. نعم. فلذلك لابد من أنه نعمل شيء لوضع القدرات العسكرية التي بين أيدينا بأطر علمية. نعم. واستخدام الأسلحة بالطريقة التي تناسب واقع المعركة. نعم. هذه الفكرة الأساسية، يعني وضع القدرات التي بين أيدينا واستخدامها بطرق علمية عسكرية تتناسب مع واقعنا الميداني. تمام. هي أهم فقرة يعني. هل هناك ضباط من خارج حركة تحرير حمص؟ نعم، لدينا ضباط متدربون وأخوة مجاهدون من خارج حركة تحرير حمص، والباب مفتوح لكل الأخوة الضباط والمجاهدون المتواجدون في الريف الشمالي للانضمام إلى المعهد، ونحن نفتخر بقدومهم إلينا والانضمام إلى المعهد. هل تمت دعوتهم إلى المعهد؟ نعم تمت الدعوة لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الإعلان على كافة وسائل الإعلام أن نحن لدينا معهد تدريب وتأهيل للعناصر والضباط. نعم. فالبدو يجي أهله سهلة يعني ما نمشي. تمام. في المعارك السابقة كانت هناك عشوائية في العمل، هل ترى أن هناك تحسن في المعارك القادمة؟ بإذن الله إذا تم استخدام المعلومات التي نقدمها في هذا المعهد إلى العناصر وتدريبهم على الدروس التكتيكية والدروس العملية التي نقوم بها، فاستخدام أي شيء تستخدم فيه العلم ستحصل على نتيجة لا محالة بإذن الله طبعا. نعم. نعم. لو تكلمنا عن هدف هذا المعهد،
الهدف الرئيسي الذي يسلط الضوء عليه هذا المعهد التدريبي؟ الهدف الرئيسي منه هو تعليم العناصر وقادة المجموعات على خوض المعارك مع النظام بطرق علمية. يعني يمكن نقول انه نحن نستفيد من التدريبات. طبعا الاستفادة في احد دروس التكتيكية نحن موجود عندنا بالمنهاج، عم ندرب ضمن المنهاج المعهد الاستفادة من المعارك السابقة مع النظام، الأخطاء التي ارتكبت، الثغرات عند نقاط الضعف عند النظام، نقاط التفوق عند النظام، كيف يمكن التعامل معها. هناك برنامج وضع لهالغاية، الاستفادة من المعارك السابقة موجودة، محطوط وساعات عمل عملي ونظري، واستفادة من الناس كمان بده يعطوا محاضرات للناس خاضوا معركة من واقع المعركة. يعني سيتم تدريس الأخوة المجاهدين والمقاتلين والضباط من خلال ناس قاموا بهذه المعارك، يعني حتى يتكلموا بكل أريحية عن نقاط الضعف عند النظام ونقاط التفوق عند النظام ونقاط الضعف عندنا. يعني بيهمني نقاط الضعف عندي حتى أتلافها، وبيهمني نقاط الضعف عند العدو حتى أقدر أتمكن منها، وبالتالي كمان بيهمني نقاط القوة عند النظام حتى أنا كمان أعرف شلون بدي أتعامل مع هذه النقاط. نعم. هل لقيتم هناك فائدة للضباط أو العناصر؟ فائدة المعهد حديث، يعني فائدة نرجو الله عز وجل يكون في فائدة. لاحظت أنه في أحد الفصائل أنا إحنا أعطيناهم دروس عملي، لاحظت يعني في تحسن بأدائهم بانتقالهم بالكمائن، صار بطرق غير طرق أول. كانوا أول تنقل بطريقة عشوائية، صار التنقل بطريقة منتظمة. صار مثلا رمي القناصة من فترة يومين ثلاثة، القناصة والرشاش رمى على الجيش، فالحمد لله رب العالمين انتقمنا لأحد شهدائنا بطريقة كمان مثل ما علمناهم تماما، رمى من منطقة علمنا بيعرف العنصر شلون عم ندربه، فتمكن منه رمى قتل عنصر وطلعت على وجرح ثلاثة. وهذا الحكي موثق عند النظام، موجود بمقطع فيديو تم نقله للعنصر بصحية مباشرة من حارس دار حمزة، جت بي ام بي، اثنين بي ام بي، واحدة أغطت وواحدة أسعفته، تم نقله إلى قرية تومين ونزل هناك، وفي شهود عيان وفي مقطع فيديو بهالحكي هذا. نعم، في سؤالنا، في هذا السؤال الذي نود أن نسأل به حضرتكم، ما هو رأيكم بهدن الوعر؟ الهدن غير الانسحاب، أنا على ما استوعبت من هذه نعم هذه الهدنة التي تحصل الآن بين الثوار وقوات النظام. الهدنة هي وقف إطلاق نار مؤقت. نعم. أما انسحاب من منطقة إلى أخرى فهذا ليس هدنة. نحن لا نتمنى أي تنازل عن أي شبر من أرضنا وخسارة. نعم. إذا كانت الهدنة بالوعر لوقف إطلاق النار لحالة إنسانية فنحن معها، لإدخال الطعام وما يحتاجه أهلنا والوقود. طبعا كان حي الوعر حي محاصر. نحن ما عندنا مانع. نعم. مع هذه الهدنة إذا كانت الغاية إنسانية إدخال الطعام والوقود إلى أهلنا في الوعر. نعم. أما أن تكون عملية انسحاب وترحيل المقاتلين وترك الوعر للنظام كما حصل في مدينة حمص السابقة، ونحن نعتبر يعني هذا خطأ كبير يجب أن لا يتكرر اللي حصل في الماضي. نعم. وبالتالي يصبح مدينة حمص هي عمق للنظام كامل، أما الآن هي الوعر هي جيب ناري بالنسبة للمعارضة. بالنسبة لنا كقوة معتدلة نعتبر الوعر جيب ناري داخل مدينة حمص، ويمكن من هذا الجيب التوسع داخل حمص، أما إذا خرجنا منه فهذا الجيب راح من يعني الصح أن أنا أخرج. أما وقف إطلاق هدنة، وقف إطلاق نار مؤقت للسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية بالدخول تحمل غذاء وقود كمن فصل الشتاء فنحن نرحب به، أما انسحاب كامل من الوعر فنحن ضدها بالانسحاب، لأنه يعتبر خسارة بالنسبة إن جيب ناري قوي داخل مدينة حمص يمكن التوسع والتوغل به، فيعتبر خسارة إذا خرجنا منه. نعم. في نهاية هذا اللقاء ماذا يوجه المقدم عماد شحود ولمن يوجه هذه الكلمة؟ وجه هذه الكلمة إلى كل الأخوة المقاتلين في الريف الشمالي، كل الأخوة من مختلف الفصائل في الريف الشمالي نحن نعتبرهم أخوة لنا، وندعوهم إلى التزام العلمية واستخدام التكتيك العسكري وعدم الاعتماد العشوائية في القتال مع النظام. النظام يستخدم أساليب قتال ونحن يجب أن نستخدم أساليب قتال، أن نقاتله بكل علمية، بالإضافة نحن نمتلك، نحن أصحاب عقيدة، نحن أقوى من النظام، إذا امتلكنا بالإضافة إلى العقيدة امتلكنا أساليب قتال علمية من حيث استخدام السلاح، أماكن توضع السلاح، تناغم الأسلحة، تناغم أو تنسيق عمل المجموعات مع بعضها البعض، بإذن الله التفوق عن النظام سيكون أسهل مما توقعنا في المعارك السابقة. طبعا في نهاية هذا اللقاء نشكر المقدم عماد
شحود على استضافته لنا وشرح لنا هذه التفاصيل. ونشكر أسادة المشاهدين على حسن المتابعة. كان معكم أنس أبو عدنان مرسق قناة الجسر الفضائية مدينة حمص.